طبعا ما حتكلم ثاني في موضوع الشيوعيه كله لانه الموضوع ده محسوم بالنسبه لي اشياء ممكن بعد اللي هنا نتكلم فيه مع بعض تمام. لكن انا عندي لك سؤال مهم شديد. الماركسيين اللي هم لينين وماركس وغيرهم 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 قالوا ما في الله مش كده؟ ليه قالوا ما في الله؟ دليلهم شنو على الكلام ده؟ كويس الكلام ده واضح شديد؟ كويس يا شباب يا راجل يا ما بتفهم؟ طيب الحاجه الثانيه شنو؟ كده انت تكلمت عن الفلاسفه وما عارف الفلسفه، فسؤال واحد بس، ما الفلسفه؟ قوم تعال. لا كملتها سؤالين. السؤال الأول لينين ماركس إنجلز دليلهم شنو من كتبهم على إنه ما في الله؟ السؤال الثاني تكلمت عن الفلاسفة واقع الفلاسفة وتكلمت عن الفلسفة، فما الفلسفة؟ انتهيت من كلامه خلاص؟ تفضل. لا ما عشان امشي اقعد هناك، دي فرصتك. لو عندك بقية كلام تعال تمه، لو ما عندك بقية كلام تقعد برا. لو عندك كلام تعال تمه، لو عندك كلام تعال تم، ولو ما عندك كلام تاني ما حتخش. طيب لو عندك كلام تعال اتفضل تمه عشان المعلومة تكتمل للناس، عرفتها؟ لو ما عندك كلام تاني ما حنديك فرصة. بس الموضوع ما عامل كده يا شهاب، الموضوع ما عامل كده، يعني النقاش ما عامل كده. النقاش انا قمت سألتك سؤال انت حتقوم تجاوب، بعد ذاك انا حقوم اداخل تاني لو اجابتك كانت فارغة ساي وانت حتجاوب اجابة فارغة، انا عارف، فقوم على حيلك. طيب هو طبعا دار يتخذ انه المنبر عباره عن شيء من الالعوبه ويدخل ويمرق على كيفه، ثاني ما حتدخل ان شاء الله. طيب دي اول معلومه خدتها عندك. قال لي ما هو الدليل من كتب لينين وماركس والجماعه ديل؟ لانه قالوا انه الله ما في، عرفتها؟ قبل ما نجي للدليل من كلامهم وانه قالوا الله ما في ليه وكده، اهم حاجه انا بتهمني انه تتفق معي انه الشيوعيه دي كفر ومنهج باطل ومنهج مخالف للعقل وللفطره ولاي امر، عرفتها؟ دي اهم امر عندي انا، وده مخالف للقران. ربنا سبحانه وتعالى قال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم في سورة الطور أن هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى أمامهم خيارات. الخيار الأول لما يجي يقولوا إنه ربنا سبحانه وتعالى ما موجود، ربنا قال لهم أنت وجدت من العدم؟ دي قضية عقلية موافقة للقرآن وربنا ذكره. هل انت وجدت من العدم؟ هل نقول الكشافه وجدت من العدم مثلا، او الميكروفون وجد من العدم؟ ما ممكن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام هم الذين خلقوا انفسهم. هم خلقوا نفسهم؟ اذا كان هو مخلوق فكيف يخلق نفسه؟ نمره 3، ربنا قال ام خلقوا السماوات والارض، هل يستطيعون أن يخلقوا من هو أقوى منهم؟ لا، يبقى الخيار الوحيد أن لهذا الكون خالق واحد خلق هذه الأشياء، كما قال ابن كثير في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال وفي سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فيبقى ابن كثير قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، عرفته؟ فيبقى النظرية دي نظرية فاشلة. أما البنو عليه والجماعة ديل هم بيزعموا إنه كلامهم ده كلام علمي، ويزعموا أنهم استندوا على ذلك على العلم التجريبي الأحيائي في إنكارهم لوجود الخالق، وذلك بما يسمى بنظرية التطور لواحد اسمه تشارلز داروين. وقد ألف في ذلك فريدريك إنجلز. أنا طبعا الموضوع ده ما هو زول ده ما بالنقاش،
وانه يذكر كلامه كله لانه ما عنده معلومه في راسه، عرفته؟ ولانه انا بحاكمه في النهايه للكتب حقته. في كتاب اسمه دور العمل في تحول القرد الى انسان، اسمع كويس يا شيوعي، ما تكورك ساكت. في كتاب لفريدريك انجلز اسمه دور العمل في تحول القرد الى انسان، دي النظريه الانكر بها الشيوعيون، انكروا بها وجود الخالق. في الصفحه رقم 2 قال مع نظريه النشوء والارتقاء بتاع داروين، قال وبهذا لما تكلم عن انه القرد اصلا قال كان بيمشي على 4، فاحتاج ان يقطف الثمار ويمشي مشي عموديه، عرفتها؟ قال وقال ومع العمل قال تحول القرد الى انسان. انا بحيلك لمراجع وانت بتجيني بيدياتك ذاته ساكت تقول لي يا اخي انا وافتكر وارى، ده انا ما بيلزمني، انت فاهم؟ انا ما بيلزمني انه تجي تعرف لي حاجه انت من راسك، ولا انت زول مرجع للشيوعيه، انت قايل ربيت شعر يعني انت قايل يعني انت مرجع للشيوعيين؟ انت ما مرجع للشيوعيين، الشيوعيين المراجع بتاعنهم كارل ماركس، ما تكورك يا شيوعي، لو داير بنفتح لك فرصه، فهمتها؟ عرفتها؟ لو داير بنفتح لك فرصه، فهمتها؟ فكارل ماركس وفريدريك انجلز، فهمتها؟ و و و ولينين وغيرهم ديل المرجعيات بتاعت الفكر الشيوعي. انا الليله لو داير ارجع للمنهج الشيوعي، المنهج الشيوعي، بقوم برجع لمؤسس المذهب الاشتراكي والمنهج الشيوعي اللي هو كارل ماركس. وكارل ماركس معه فريدريك انجلز اخذوا هذه النظريات من هيجل، وبعد ذلك قاموا ردوا على هيجل، عرفتها؟ بعد ذلك قاموا اخذوا هذه النظريات الملحده واخذوا من نظريه داروين المسحه العلميه ومسحوا بها نظرياتهم الباطله والفارغه التي وصلوا بها الى ان الله سبحانه وتعالى غير موجود. عشان كده قالوا اصل الانسان، تشارلز داروين قال في كتاب اصل الانواع انه اصل الانسان عباره عن خليه اوليه، عرفتها؟ اصل الانسان قال عباره عن خليه اوليه، قال ثم تطورت هذه الخليه الاوليه بفعل النشوء والارتقاء، عرفتها؟ وبعوامل الطبيعه حتى صارت قردا، ثم صار هذا القرد الى انسان. كويس؟ في النهايه شوف النظريه بتاع داروين القالوها دي نظريه سحبت من الاوساط العلميه، ونحن معانا دكاتره هنا موجودين، فهمتها؟ دكاتره موجودين، لو داير تناقش جيب انسان متخصص في موضوع الطب، الناس اللي يجي يناقشوا لك ها ما هي العلاقه بين القرد والانسان، ده ما الشيء اللي استندوا عليه ناس داروين، ولا استندوا على جنوه؟ استندوا على النظريه دي، كل الشيوعيون في العالم استندوا على نظريه داروين في الالحاد وفي انكار وجود الخالق. ونظريه داروين هي نظريه فاشله، عشان كده داروين ذاته في النظريه، وده ما قاعدين يذكروا الملاحده ديل، قال في النظريه من اين جاءت الخليه الاوليه؟ عرفتها؟ ده ما سؤال منطقي بيطرح نفسه، من اين جاءت الخليه الاوليه؟ انت قلت الانسان كان قرد والقرد كان خليه اوليه في مستنقع، من اين جاءت هذه الخليه الاوليه؟ عرفتها؟ عشان ما يكون شغل بتاع جدل بيزنطي، ودار تجي خاشي هنا وتقعد تنبز ومخه عفن وما مخه عفن، في النهايه انا ما برجع لك، مش انا مخي عفن، انا مخي ده قال لي لما انت ما بتوريني اتكلم ولا ما اتكلم اسكت، عرفتها؟ انا لما ارجع لفكري من الافكار ما برجع لزول زي ده، لانه ده ما الف. انا من قبل انت وكيت برا قلت لك انت ما نجرتك، جيب كتابك عشان بعد ذاك اديك فرصه ثانيه، عندك كتاب انت؟ انت الفت كتاب؟ بشعرك الكثير ده ما الفت كتاب؟ فهمت؟ ولذلك شوف احنا الشيء اللي مسكنا به والاحزاب دي كلها، الصوفي ده لما جاء خشى شيخ مزمل مسكه بكتبه، الشيوعيين بنجيب لك كتاب الاشتراكيه العلميه والاشتراكيه الطوباويه لفريدريك انجلز الصفحه 7 و8، قال وبما ان ده اللي استند عليه، ده اللي استند عليه فريدريك انجلز، قال وبما ان حواسنا الماديه لا تؤمن بغير الاشياء الماديه، لا تحس غير الاشياء الماديه، فاننا لا نعرف شيئا عن وجود الله، فقط وجودي انا اكيد.
ده منو؟ ده إنجلز. ده إنجلز كاري ماركس وفريدريك إنجلز في البيان الشيوعي، قال فالشيوعية تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الأديان والأخلاق عوضا عن تجديدهما. عرفته؟ نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، جاء إنجلز في الرد على دوهرينج، كتاب اسمه ضد دوهرينج، الصفحة 149، قال استطعنا أن نلغي ونزيل وندمر جميع الغيبيات والقوى السماوية والجنة والروح مع روح المطهر. عرفته؟ الشيوعيين المسكوا الاتحاد السوفيتي بعد لينين، جاء ستالين لما مسك الاتحاد السوفيتي وضع في الدستور محاربة الأديان. عرفتها؟ وده شيء معروف من تاريخ الشيوعية. فيبقى أنا لما أرجع للمنهج الشيوعي أنا ما داير فلسفتك ولا نظريتك دي، بتحتفظ بها أنت على روحك لما تبقى أنت مرجعية للحزب الشيوعي السوداني أو مرجعية للناس الملحدين ويكون عندك مؤلفات وكتب، بعدك بجي برد عليك. لكن دار تجي تمسك لنا منابرنا، كل منبر جاي ناطي بشعراتك ديل، ونديك وصية ذاته تنتفع بها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أوتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أوتي شعرا فليكرمه، أكرمه على الأقل أتهنه. فهمت؟ أسيزات القوبل بيكون قاعد جوا ده بيكون بيستغيث بالله سبحانه وتعالى ينزل له مطر. فهمت؟ فأنت ما تجي تعمل فوق ود، ود بتتجدع، ود عندك فهم. فهمت؟ دي النظريات التي استند عليها الشيوعيون في إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. من النظريات، وهي نظريات فاشلة، نظرية الصدفة، وهي نظرية تقوم على أن الإنسان وجد في هذا الكون صدفة. فهمت؟ إنه الإنسان وجد في هذا الكون صدفة. عرفت؟ والكلام ده باطل، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا سبحانه وتعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وربنا سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. عرفته؟ فده الدين وده الإسلام ودي الشيوعية بيجاي، بعد ده تسميها فلسفة، تسميها فبركة، تسميها أي حاجة، في النهاية ده كفر بالله. فهمت؟ في النهاية ده بيمرقك برا الإسلام، في النهاية ده بيبقيك أنت إنسان ملحد وما عندك دليل. نحن ما بنتناقش في إنه هم الناس ديل ألحدوا كيف، نحن بنتناقش إنه الله فيه ولا الله ما في، إنه الله فيه ولا الله ما في، ده النقاش بيكون هنا. عرفتها؟ لكن هم ألحدوا لجنو، نفترض إنه بزول دقوا الكيزان زي واحد اسمه تاج السير، كان معي في عزة السودان التامنة في المعسكر بتاع الخدمة الإلزامية في الزخيرة، شرد من المعسكر ودقوا الكيزان جا بقى شيوعي. أنا مالي وماله، قد يكون إنسان ما علمي، ده ما موضوعي معه، أنا موضوعي معك أنت أنكرت وجود الخالق، ودي الشيوعية بتقوم على وجود الخالق من كلام أهله ومن كلام كتبه. عرفتها؟ الشيوعيين دارين تناقشوا في الموضوع ده. انت يا تبقى زول باقي على الشيوعيه دي تقول يا ناس هوي الله ماف بالفلسفه وبالنظريات وبداروين وباي منطق، تعالي اتكلم ونحن نرد عليك. لكن ما هي الفلسفه والفلسفه ما هي وداروين وماذا قال وبنى، ده موضوع ما بحيل حاجه. الشيوعيه دي كفر، كفر باي منطق. انت قول لي يا اخي لا الشيوعيه دي صح والشيوعيه دي من الدين والشيوعيه دي ما بتعارض الاسلام، يبقى ده موضوع ثاني نجي نتناقش فوق. فهمت؟